الفنان المقتدر الله يرحمه، رجل طيب، وشارك معنا 57 مع فرقة لباس العلس، وكانت طيبوبة، وكان حفاظ، وكان تيساعد الممثلين، وكان كلمة طيبة، واكتشف واحد عدد ديال الفنانين وعلمهم، ودابا وصلوا للقمة، ومع الأسف دابا ما استوحت فيهم، بقى في الحال ما استوحت فيهم، عيب على العقل، حضروا غير لكنازتو الله يرحمه، كان راجل طيب، كان لابس لنا عضو للدار، ما تيخلي ما تيعمل. اللحظات الأخيرة ديال عبد العظيم، حقيقة هو من النهار اللي مات وحنا كنتزاورو دائما وكنتبعو الأخبار ديالو، والحاجة الوحيدة اللي كانت فيه مزيانة هو كان متمسك وكان عنده أمل كبير أنه غادي يتشافى، وكان كيخطط لبرامج جديدة وأعمال اللي ممكن يشارك فيها إلى آخره، لكن في الأيام الأخيرة حالة ديالو تدهورات من بعد ما مشى لعدة عيادات والمستشفى العسكري في الرباط وكل شيء، يعني من بعد الناس كلها بدات كتشوف شوف أخرى، ما بقاش فينا شي واحد اللي كيمشي يزورو ويخرج بلا ويقدر يحبس الدموع ديالو، حنا كنزورو وكنخرجو كنتباكاو كلنا، لأن عرفنا أن الساعة ديالو قربات. الله يرحمه مسكين، الله يرحمه جزيه. حرام عليهم، اسمعوني يا مكسكوز، ما عايشهم كثير وربا وقرا، ولكن تجي في واحد هذا ولد تيبقى في عبد العظيم الشناوي، ما تجيوش صحابو يشوفوا شو بعدي مولا سوما دوك المناري كاع من تو معروفين على الاصابع، والله ما عمرو بسولو على شي واحد شافو، هذا كنبقى فيه ما هو تيدا ما تيدا يوميا، قال لي ملي خصت عبد العظيم عطاو لي عطا البروفيسور المعوني ولا روجي صايب الكتاب الخاص، تنمشي انا تندخل باسمو الكتابه وتنجيب اللي بغاو. راه كاين تيبقى فيه الحال ما تيجوش اصدقاء ديالو يشوفوه.